بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة ليلة العيد، عيد رمضان في سنة 2024، نشوف في برنامج نزل ابلكيشن اسمه هيومن فال. نتذكر في باي بال، يعني نتشارك مع ذا في باي بال بدل هيومن، في عندنا باي بال. فهنا بيقول، يعني نشوف نحن هنا الموقع، نضغط عليه اوكي. هذا شيء نبغى نكتشف نحن في الادرس هنا. ما فيش حاجه غير هيومن فال دات اي او، هذه دات اي او مهمه، يعني مو دوت كوم، دات اي او. بعدين لما نحط لك باك سلاش او سلاش في حمدان التسجيل، نحط سلاش معناته في ديل على سلاش هنا، جود ديل اظن. المهم نشوف نحن القيمة 49 دولار، يعني 50 دولار. ويقول لك وان تايم ديل، يعني مش لازم، طبعا العدد محدود. انت سون، انت سون هذه الله اعلم، احتمال هم عايزين يعطوا 100,000 واحد. الحمد لله انا اخذت واحد، بعدين يمكن ولا بفلوس او يتحول للشهر ايجار، الان ملكيه قد ديل. انا الحمد لله دخلت واخذت الديل ماشي. طيب ايش يعمل هذا؟ يعني انا كاني بسوي اعلان، يعني الحق قبل لا يتغير الى شهر. حاعلن الاعلان، طبعا انا لما اعلن اعلان ما ارسله للناس، يعني بس ريكورد، لانه لما يتحول لشهري نعرف متى كان بلاش او كان واحده مره في العمر، يعني تدفع مره، ما هو بالايجار، ملكيه. فالحمد لله انا اخذت الملكيه. طبعا لو تحول بعد طبعا نحن نعرف السنين، 5 سنوات نعرف انك انت موجود في البيت، الى 18 سنة هذه كلها يعني ضعيفة. متى الميموري العظيمة والقوية؟ لما انا بعد 18 سنة خلاص اخرج، اروح مثلا، ممكن اسافر، ممكن سواء بنت ولا ولد، راح مثلا في اي مكان، خلاص ما حد يعيقه صح؟ فكل ما يروح مكان بعيد وكذا شوف ايش يصير. لكن لو جلس في نفس حي، ثقافة او يعني الميموري ما يزيد فيها، كلها تقريبا متشابه.
لكن لو راح عند مكان مثلا وكان في مدينة متحضرة راح لمدينة نامية أو منطقة يعني جنجل أو مثلا فالي، الناس ما عندهم كل الأشياء دي والتقنيات والزحمة والكلام، فراح عاش هناك فيأخذ خبرة ويشوف أشياء جديدة ما شاف هنا. هذا ما يصير إلا بعد 18. لو جلس هناك 5 سنين 6 سنين يبدأ يفضل من الممر الجديد، يعني كأنه دوب وبادئ حياة جديدة. طيب لو جلس على طول، والله هنا صفر الممر. ففائدة الذكاء الاصطناعي أنك تصفر الممر، يعني ممكن الناس الآن يتعامل مع ناس من الجنجل وهو في المدينة، في الأخير يقول لك أنا أروح عنده. يعني ممكن الآن أنا عندي رغبة في تعلم عملية مثلا الانجينيرينج في التشو انجينيرينج TEAR and regeneration، ده علم حديث نتج منه طب الألم. والعلم هذا يعني جديد 2006 بيبحث أنا كيف أزرع خلايا تكون فيها هندسة بحيث تجدد البنكرياس. طبعا لو نجحت إن شاء الله تنجح يصير ينتهي مرض السكر. طبعا هي لكل شخص على حد، يعني الشخص ممكن يكون في التريتمنت 6 شهور بس يوصلوا لدرجة أنا أعطيك بنكرياس جديد لريجينيريشن، خلي جسمك يسوي بنكرياس جديد. فهذا جانب المخ. جانب تاني اني انا اخلي المخ نفسه يبني لك، يعني في خطين. طبعا انا ماني مقتنع بجانب المخ لانه ما في انجينير، يعني العلم نفسه بالنسبة لي لاني انا انجينير، فانا حاروح في الجانب اللي هو الان تقريبا ابحاثه كلها في كاليفورنيا، يعني نقول مدرسة كاليفورنيا وأعتقد سان دييغو في موضوع يعني الإنسان يصير ببنكرياس جديد بشيء جديد، يعني حتى السرطان نفسه لو كان عنده سرطان يعني يعالج بهذه الطريقة. فأنا اعتبرت إنه هذا العلم أبغى أدرسه وأتخصص فيه. طبعا هذا العلم ممكن يحوي 40 مجال اللي هو TEXAR، يعني عندنا كفتين TEXAR الAR and regeneration، يعني عندك انت لما تسوي يطلع لك تقريبا 48 مجال على الكومبينيشن. يعني عندي 4 طبعا الآن مهم، فأي كومبينيشن لوك في 4 هذا عندك 24 محاولة عشان تو اوبن ذا لوك. هل هو اللوك التي في الأول ولا هذا في الأول ولا كذا، هذه هنا كلعبة عندك 24 محاولة بعدين نسوي رموز وكذا. طبعا 24 عندنا 2 ندخل الساينس